مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم خلطة كتير كتير طيبة لفخاد الفروج. فينا كمان نعملها للفراريج. عنا 2 كيلو فخاد، ملعتين طعام مليانين تندوري، 3 معالق طعام دبس الرمان، 3 معالق طعام خال، ملعقة طعام ملح، ونص ملعقة صغيرة فلفل اسود، 4 معالق طعام خل، و4 معالق طعام زيت نباتي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بجيب الفخاد بعملهم بهيدا الشكل، كمان بحط بالصينية الخل والزيت، بخلطهم مع بعض. بسم الله. بالإيد أفضل لأتأكد إنه تخلطوا منيح. بس خلطهم منيح بهيدا الشكل. هلأ نعمل الفخاد بهيدي الطريقة، بنخلطهم كمان منيح. بتنفع كمان للشوي، بتنفع بالفرن هيدي الخلطة. كمان إذا بدنا نحوص الفخاد أو الدجاج نفس الشي بتنفع. بعد ما خلطهم منيح هلا بغطيهم وبنقعهم اقل شي ساعة. هلا بحطهم بالبراد. هول الفخاد بعد ما نقعتهم ساعة وممكن ننقعهم أكتر مش مشكلة. هلا بدي أحطهم بفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هول الفخاد اللي عملتهم أنا وياكم أخذوا بالفرن حوالي ساعة. بتمنى طريقة تنال إعجابكم، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.